نزلات البرد والإنفلونزا في أطوارها الطبيعية من 3 إلى 5 أيام، خلاص؟ وبتنقسم إلى مراحل، مرحلة أولى، مرحلة تانية، ومرحلة تالتة. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الصداع وتكسير الجسم وألم العضلات والمفاصل، ودي قلنا ما ناخدش فيها مسكنات بقدر الإمكان، لأن ثبت علميا أن أخذ المسكنات ومخفضات الحرارة والمضادات الحيوية بتطول فترة الإنفلونزا. يعني بدل ما هتاخد 3 أيام هتاخد 5 أيام و10 أيام و7 أيام. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، دي المرحلة الأولى. المرحلة التانية اللي هي مرحلة الاحتقان أو مرحلة الألم اللي في منطقة الحلق والإفرازات. والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة التماثل للشفاء، دي بتاخد من 3 إلى 5 أيام. كل ما حضرتك هتاخد مضادات للاحتقان، وكل ما هتاخد مسكنات، وكل ما هتاخد مخفضات حرارة أكتر، وكل ما هتاخد مضادات حيوية، كل ما الدور هيطول معاك. اتبع التعليمات اللي قلنا عليها، راحة، جو دافي في البيت، جسمك يبقى دافي بقدر الإمكان، مش سخن قوي ولا ساقع قوي، ما تنتقلش من مكان سخن لبارد مرة واحدة أو من بارد لسخن مرة واحدة، لأن الفيروسات دي بتحب الجو البارد. هتشرب مية دافية كتير، هتشرب سوائل دافية كتير. حضرتك لما هتحب أن أنت تعطس مش هتستخدم الطريقة التقليدية دي وتحزق جامد، هتحط إيدك كده وتنزل الإفراز من ناحية، تحط إيدك كده وتنفذ الإفراز من ناحية دي. تستخدم محلول ملحي، ممكن تعمله في بيتك، ربع معلقة ملح، ربع معلقة بيكنج صودا أو بيكنج باودر على كوباية مية، ممكن تبقى فترة أو دافية شوية، وتحطها في بخاخة أو بالسرنجة، تقفل ناحية وتغسل الناحية دي من الأنف، وتقفل دي وتغسل برضو بالسرنجة الناحية دي. كل ده الإفرازات اللي نازلة دي نازلة بالبكتيريا والجراثيم والميكروبات، فأرجوك تخلص منها. ولما تتخلص منها في ورقة مناديل ورق أو في حتى حتة قماش، تخلص من المناديل القماش دي أو من الورق ده، لأنها فيها فيروسات وما تعودش استخدامها تاني. احرص على أن أنت تغسل إيدك كويس أو بالمية والصابون. مفيش داعي على فكرة للمبالغة في استخدام المطهرات، لأن ثبت برضو أن المبالغة في استخدام المطهرات على الإيدين وعلى الوش وعلى الجسم بيخلي البكتيريا والجراثيم تتكاثر أكتر. عندك بقى مشاكل في الحلق، عايز تتغرغر، لو حلقك جاف قوي ومش قادر رطبه. ترطبه ازاي؟ ما تاخدش دواء مزيل للاحتقان، وما تاخدش مجموعه الانفلونزا، فاكرينها دي اللي في الصيدليات عباره عن دواء مضاد للاحتقان ودواء مضاد للحساسيه وانتي بايوتيك مضاد حيوي، دي بتطول الدنيا. طب حاسب الم في زورك او زورك جاف، تعمل ايه؟ خد بخار، بخار الميه. هتعمل ايه؟ هتجيب براد شاي، تمام، اللي هو ليه بوز، وتسخن فيه ميه واستنشق البخار اللي طالع، خده على الانف وخده على الفم. في بوت بيتباع في الصيدليات كده جاهز شبه البراد بتاع الشاي، ليه بسبوز، بتحط فيه ميه سخنه وبتاخد منه الايه البخار، تاخد البخار ده وتستنشقه. لو عايز زياده في ان انت تاخد ترطيب اكتر وازاله للاحتقان طبيعيه، هتحط نقطه او اتنين من صبغه الجاوه. صبغه جاوه موجودة في الصيدليات، بتبقى في الصيدليات كده، تمام؟ وهتحط نقطة أو اتنين على المية دي. أولا الزيت العطري اللي طالع مع صبغة الجوة مريح جدا لمنطقة الحلق، مفيد قوي، وبيدي ريحة حلوة على فكرة في الأوضة، يعني خليك بتشعر بالارتياح في التنفس. لكن ما تزودش قوي في استخدام الجوة، لأن برضو الجوة في النهاية هتبقى مهيجة للأغشية الإيه المخاطية، وهتساعدك على إن أنت تتنفس كويس وإن أنت تطلع البلغم والإفرازات. يبقى مية دافية أو سخنة بتطلع بخار، ممكن أحط نقطة أو اتنين من صبغة الجاوة من عند الصيدلية واستنشقها. بعض الناس ممكن يحط نقطة من زيت طيار، سواء زيت النعناع أو الروبارب اللي هو مشهور، يمكن بين الناس ده مش إعلان ولا حاجة، بالفيكس. ممكن برضو الزيت الطيار اللي طالع فيه بيعمل ترطيف وتلطيب لمنطقة الحلق، ويساعد برضو على طرد الإفرازات.